صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على حسن الخاتمة؟ العمل الصالح، ملازمة العمل الصالح، والتوبة من الذنوب، وأن يكون الإنسان على أهبة الاستعداد للموت في كل لحظة. هذا يختم له بإذن الله، يختم له بخير. أما اللي يأجل التوبة ويتراخى عن الطاعات ويقول توي أنا شاب وأنا بعمر وأنا هذا، لا، ما يجوز له الأمل هذا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب الحال، ما يجلون. أنت تدري أنك تبقى ساعة أو لحظة؟ ما تدري. نعم.